ليلى؟ ليلى؟ ليلى ليش مقومة الدنيا؟ يلا عن حظي. انت كمان جنيتي يعني؟ جنيت؟ ايه انا جنيت. لك شو ما عملت ما عم اخلص من هالمصيبة ملاك. اسكتي. شو أعمل أكثر من هيك؟ قلت إذا فكروها حاولت تنزل صغير رح يقلعوها من القصر وما رح يتركوها تطلع عنا، بس ما مشي الحال ورجعت قعدت بخلقتي. هي الست اللي اسمها ملك، إذا حاولت تقتلنا كلنا ما رح نستفيد أي شيء. الأغا ما رح يتركها. كنت عرفانة، كنت بعرف إنه أمي ما بتعمل هيك شيء. بنتي أصلك تستسلمي، ليكي الكاسة رح تتعبى شوي شوي وتطوف بالأخير. لازم نلعب لعبة أقوى من هاللعبة. احكي شو بدنا نعمل اكثر؟ شو لازم نعمل اكثر من هيك؟ الولد عندهم اهم من اي شيء. بس اصبروا بنتي، لقيتها ليلى. ليلى رح خلص عليها. زهرة، انت شو عم تعملي هون؟ ما عم بتديري بالك على ابنك؟ لك جاي على الولد وصار له زمان عم يبكي. يلا صباح الخير عدنان آغا. شو ما في أخبار لسه؟ أنت ما لقيت غريمي؟ لا ما لقيته، بس شوف رح خبرك. هدول أولاد عمي. ما قدروا يصبروا أكتر لهيك إجوا لعندي. أي اسم أو خبر عرفته ياريت تخبرني بسرعة ونحن مندور عليه. خلص بس نلاقيه رح أخبركم، لا تعذبوا حالكم، خلوا بالكم مرتاح. خاطرك الله يكون معك.
بالحقيقة كنت حابب أعطي الدكان لحدا يكون معرفة، بس مدام عزت كفيل حضرتك بقول لك مبروك. يسلم. صدقني يا عم ما رح تندم أبدا، وكون متأكد إني رح دير بالي على المحل كتير منيح. تفضل. شكرا إلك. مبروك. أنا لازم بلش من هلأ بالترميم والتصليح. تعرف حدا شاطر بهي الشغلة؟ رح أسألك. زينة؟ ممكن نحكي شوي؟ ممكن، تفضل قول. بس ممكن نحكي عن فراق؟ أنا بدك كان زينب. إذا لزمك أي شيء بتخبريني دغري. تفضل، بخصوص شو بدك تحكي؟ ملك، بدي احكي بخصوص ملك. رح اكشف المزن بالحقيقية يا ابني، رح يعرفوا كلهم انك انتي كنتي بريئة. بريئة ايه؟ شو عدنان آغا؟ شو الموضوع؟ قلي شو بدك تحكي لي عن ملك؟ بدي أقول إنه الدكتور اللي جبتيه من كم يوم، الدكتور مراد، ما؟ إيه، بيقدر يعالج ملك. شو الموضوع؟ ليش غيرت رأيك بالدكتور فجأة؟ ما في شيء، كل القصة إنه بدي ملك الطيب، لأنه بلشت تأذي حالها واللي حواليها كمان. شو عملت؟ شيء مو مقبول أبداً؟ يعني شو المشكلة اللي صايرة لحتى أنت مرعوب من هالموضوع؟